مولانا الرطب ذكر بالقرآن السيدة مريم قال لها رطبا جميل الله وردي إليك الجنة المحدثي تساقط عليك تساقط عليك رطبا جنيا قال فكلي رطبا يميا قراءة اسمها تميم يقولوا جنيا يعني الكويتين من تميم يعني أول شجرة نخل وين زرعت؟ ولو شاء أن تدنيه من غير هذه جنته ولكن كل شيء له سبب مولانا؟ نعم. أول شجرة نخل وين كانت؟ ما نقدر نجزم بالمزرعة لا أول أرض كانت بالعالم الأرض بالعالم هي الجنة اللي كان فيها آدم لا يعني لا أنت ويانا ويانا أنا شي ما يقدر لا 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 لا, لا, لا صعد وياك ما تقدر مولانا تتعور يا رجل لا يا رجل امسك يا دم الأخي امسك ما يقدر الدرج عليه يطيح امسك امسك لا 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 خلي امسك يا رجل خليكم انتم بقى انتم يا لا لا امسك الدم الأخي لا يتعور شيخ يعني التمر مولانا من مأكولات الجنة مأكولات الجنة وأتوا به متشابها كل اللي انت شايفه تلاقيه هناك بس الطعم مختلف سبحان الله يا رب وأتوا به متشابها وفي دكر في حاجة موجود لا أقول في نخل دكر أيوة لا أنا فكرت بذكر أيوة في داخل تصبح على خير مولانا هلا والله حياك الله شيخ